السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه حلم الفيلالي. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بغرير مضمون في 100% كيجي ناجح متقب وخفيف. نبداو على بركه الله بالمقادير. من هنايا 3 ديال الكيسان عنبه ديال السميد الرقيق اللي كنديروا به الحرشه هو هذا، يعني نص كيلو 500 غرام كنقص منه كاس، كنعوضوه بكاس ديال الدقيق الابيض الفورس، يعني تقريبا 125 غرام بالمجموع بين الدقيق الابيض والدقيق السميد 500 غرام. غنحتاج الخميره، يعني خميره الخبز تقريبا 8 غرام، معلقه كبيره. هنا عندي جوج معالق صغار او جوج خمارات كيماويه ما يعادل 16 غرام. عندي الملح تقريبا ملعقه كبيره ما يعادل 14 غرام. بالنسبه للسكر سنيده كتبقى اختياريه، هي كتعطي داك اللون محمر في البغرير. تقريبا ندير هنا معلقه صغيره تقريبا واحد 7 غرام ديال السكر سنيده، والماء انا غادي نضيف ونقول لكم شحال هزات ليا بالضبط. الماء يكون دافئ غادي البارد، ما يكونش سخون باش ما يضيع لكمش البغرير. نبداو بالطريقه. غربل السميد وكنغربل حتى دقيق الابيض، كنضيف الخميره، السكر، الملح، الخميره حتى الاخر، الخميره الكيماويه ما كنضيفهاش دابا حتى الاخير. كما كتعرفوا الخميره الا تطحنات فهي كتفقد الفاعليه ديالها، لذا كنخليوها حتى كنديروها غير بالخلاط يدوي اولا بالمعلقه. دابا غنضيف الماء شيئا فشيئا حتى نحصل على العجين اللي بغيت بالشكل اللي بغيت. نضيف الماء، نطحن ولا احتاجيت ونزيد. دابا درت 600 ملل ديال الماء ما يعادل 4 ديال الكيسان، الا احتاجيت ونزيد. غادي نضيف الخليط ديالي الطحانه الكهربائيه، ضروري خاص نزيد الماء كما لاحظتوا السميده شربات الماء. غنضيف واحد الكاس اخر هنايا، نطحن نطحن مزيان حتى نحصل على يعني العجينه مطحونه جيدا. 3 دقائق تقريبا ديال الطحين، عاد نطحن الكميه الاخرى. انا ما بغيتش ندير الكميه كامله هنايا، ندير يعني جزء بجزء. نحصلوا على خليط على هذا الشكل هكا صافي. غنديروا في الانيه ونضيف جزء اخر. كما لاحظتوا ها هي شرباتو بزاف، لذا فانا غادي نزيد الماء. نزيد نص كاس تقريبا ونشوف. صافي انا طحنت العجين ديالي كامل، تقريبا هز ليا 5 ديال الكيسان ونص ديال الماء، يكون كما قلت لكم غير دافي ما يكونش سخون باش ما يضيع لكمش السميده. دابا انا غادي نضيف الخميره ونخلط، الا بغيتو خلطوا بالمعلقه اولا بهادي ماشي مشكل. هتلاحظوا بانه بدا كيتفاعل بزاف مع العجينه وبدات كتدير لنا يعني بحال بواوق. غنخلط حتى ما يبقاش كتبان كاع الكويرات ديال الخميره. في دابا غادي نخليها ترتاح ليا من 10 دقائق حتى 15 دقيقه على حساب الجو، ونغطيها غير بمنديل ونخليها عاد نبدا الطهي ديالها. صافي ملي كدوز 10 دقائق حتى 15 دقيقه كيف قلت لكم
على حساب الجو. انا خليته كاع شاد دقائق صافي، كنبدا كنحرك بيك هكايا المغرفه ونبدا نطيب. كنسخن المقله مزيان، تكون مقله ما مخبشاش فيها التيفلون باش كيستقلك البغرير. كنهز واحد المغرفه ديال الخليط وكنكب مره واحده، يعني ما ديروش كميه وتعاودوا تضيفوا فوقها كميه اخرى غادي تضيع لكم البغريره. دابا كيكون العافيه في الاول مجهدة شي شويه حتى كتشوفوا البغريره تقبات وعاد كتنقصوا. ها هي بدات كتقل ما كتلاحظوا، ما تجهدوش بزاف، عاود شويه بالمقارنه مع هانتوما كما كتلاحظوا. هذا النار اللي دايره صافي، غادي نشوفها تقبات كامله ونقص حتى الاخر ونخليها تتحمر على خاطرها، خصوصا ان فيها السكر والسكر كيحمر بسرعه. اللي ما كتبغيش داك اللون المحمر ما ديرش السكر نهائيا، غير هو الملح مع السكر كيعطي نكهه زوينه، كيجي زوين وكيخلي حتى الخميره كتفاعل بسرعه. صافي ها هي تقبات، دابا غنقص حتى الاخر، خصوصا انا عندي يعني المقله خفيفه في ساعه كتوصل الحراره كما كتلاحظوا. انا نقصتها بالتالي وغنخليها تحمر حتى بلا كتهز لي عاد نحيدها. فيها هي دابا كتهز، غادي نحيدها ونحطها في منديل، غنديروهم في منديل مفرق ما نديروهمش وحده على وحده حتى ندهنوهم بزيت العود باش ما يتلصقوليش ويتعجنوا. ولا شتو شي شويه ديال هنا العجينه بقى لاصق شي شويه، مسحو بمنديل هكايا وعاد ضيفوا كميه اخرى من العجين بنفس الطريقه في الوسط ونحرك بشويه هكا، نجهد العافيه واحد شويه صافي ونخليها طيب تقب عاد نقص عليها كما كتلاحظوا. هي بدات كتقب هي صافي. دابا غادي نقص النار حتى الاخر ونخليها تحمر. هي وجدات كما كتلاحظوا هذه التحميره ديالها، انا كتعجبني بزاف بهذا اللون هذا. صافي غنحيدها ونديرها فوق المنديل وغنستمر نشوفوا الشكل النهائي. صافي انا ساليت البغيرات ديالي كاملين بالطهي ديالهم، كيجي هكايا كما كتلاحظوا ناجح كامل 100%، يعني ما كاينش شي وحده اللي كتخسر. يتبعوا النصائح والطريقه كيف قلتها لكم. انا دابا درت وحده على وحده، انا بقات العجينه درت هذه الصغيره هذه يعني ما كتبقاش العجينه نهائيا. كما قلت لكم الممكن ديروه وحده على وحده حتى يبرد، انا بارد لي دابا باش درت وحده على وحده. الا كان مازال سخون وبغيتي تحطي وحده فوق وحده حتى كدهنيه بزيت العود بهذه الطريقه هذه، كتديري شويه في صبعك في يديك وكديروه من الفوق بشويه ملي كيتكون سخون، ما خصكش تبركي عليه غير هكايا. عاد ممكن انك تحطي وحده على وحده صافي وكتقدميه ديري في طبق التقديم بهذا الشكل هذا وحده مع وحده. كتجي تقدميه في الطبق ديال التقديم فانت كديري معاه العسل والزبده مذوبه كدوبيهم في كاسرونه وكتحطيهم في واحد، اما كدهني به مباشره اما كديري في واحد طبيسيل او لا المهم فاش كتقدمي وتحطيه معاك باش اللي بغى يدهن كيدهن. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ودعموني بالتعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم. وشكرا على المتابعه والى اللقاء في